في ديرة اخوان روضة مرحبا بالضيوف اللي من البز جات وحطت رحالها اخواننا في الخليج مطوعين الظروف وان جات دار التميم ينكرم سبالها يعني تحاول محاولات حقيقية وجادة ولا ومهابة أيضا تنطلق ولكن الاتحادية تختطف ناموس الشوط الرئيسي يوسلوب معاني ولكن الاتحادية سلام الاتحادية سلام يا البرنس سلام تهانينا والناموس لأهل الرياض ولمالك هذا الشعار جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل على هذا الفوز. سالم ألف مبروك فوز الاتحادية واختطافها للشوط الأول الرئيسي أقوى أشواط كان. الله يبارك في عمرك يا أبو بريك وهذا الناموس لكم كلكم. وش سلالة الاتحادية؟ بيها ولد المتحد بعيد العاصفة. مشاركتها قبل الشوط الليلة؟ عندها عدة سابقات السنة. كم شوط خدتوه الليلة شعاركم للحاضر وبقوة يا أبو محمد؟ والله الحمد لله 8 نقاط وهذا بعد توفيق رب العالمين. ما شاء الله 20 شوط 8 نقاط أنا أعتبرها يعني نسبة قوية جدا الليلة الله يوفقكم. سر تميز الشعار الليلة؟ والله الكل مجتهد النصيب يا أبو بريك، حن اجتهدنا وهذا نصيب والحمد لله والشكر. سالم استعدادك لسباق المؤسس والسباقات القادمة، احنا الختامية تقربت شفنا شعاركم يحضر بقوة. والله ان شاء الله ان تكون المشاركات اقوى في المهرجانات وبالذات ان شاء الله في المحافل الخارجية. سالم بن محمد بن عقيل لمن تهدي فوز الاتحادية بالشوط الاول الليلة؟ اهديه الى سيدي صاحبي سمو الشيخ تميم وإلى الشعب القطري الكريم وإلى كل المشجعين الشعار العنابي. أشوفك الليلة فرحان ما شاء الله، الله يديم الفرحة وإن شاء الله أنك تتواجد معنا على طول في أشواط الرئيسية. أمين الله يجزاك خير والحمد لله هذا كل واحد متنومس تحصله مستانس ومبسوط. سالم الناموس فرحة خير. أكيد هذا الناموس الواحد إذا تنومس تحينه مرتاح ذاك اليوم ما عاد يرقد. مبروك الله يديم عليك الناس يا أبو محمد، شكرا جزيلا لك لإجراء هذا اللقاء. الله يطول عمرك وأشكر موقع الأبرقة وأشكرك يا أبو بريك. وطارت القعدان أقلعت هذه القعدان وهنا مفوض يقلع إلى خط النهاية يعلن حضوره مع هذا الإقلاع. يا سلام محمد بن صغير بن محمد بن سيف المنصوري يصل إلى خط النهاية متابعا لمفوض. سلام للغربي يا سلام على فوز مفوض بالمركز الأول المركز الثاني. صالح ألف مبروك الفوز والسهل ناموس. مساك خير وسهل يا محمد. وش سلالة مفوض؟ والله سلالة أبو شاهين بعير فالح بن حمود دبلوي وأمه محلية. مشاركاتك قبل الشوط اليوم؟ والله مشارك في ميدان مدينة زايد وسابق واشترك في مهرجان سمحة وسبق وسجل أفضل توقيت واليوم يعيد الكرة في ميدان الشحانية في الشوط الأول للقعدان وسجل أفضل توقيت. صالح الشوط اليوم كان قوي؟ والله نعم يا أبو بريك قوي وفيه تيارات هوائية قوية وفيه مشاركين عدة لكن مفوض برز عمره في الشوط الأول وسجل أفضل توقيت. شاركت بشيء اليوم غير مفوض ولا الليلة؟ والله اليوم شاركنا الفترة الصباحية سلاب الحمد بن محمد لهيبي وسجلت أيضا أفضل توقيت وأحب أهنيه من هذا المنبر الإعلامي وأبعث تهنية خاصة لحمد بن محمد ولأهل السلطنة كافة. كذلك المسند اليوم وأحب أهني ناصر بن عبد الله المسند بمناسبة فوز أضواء في مهرجان زايد الكبرى حصلت على الرمز في الشوط الأول الرئيسي. مبروك تستاهل الفوز وتستاهل تتالي النواميس وأيضا استمرارها. صالح ألف مبروك هذه النواميس الأخبار الطيبة اللي تسمعناها الليلة. الله طول عمرك أبو بريك إن شاء الله نتمنى التوفيق في السباقات القادمة إن شاء الله. استعداد عزبتكم لسباق المؤسس القادم وما يليه من سباقات؟ والله مستعدين أبو بريك، السباق موجودات أبشرك والعوامل المساعدة للعزبة موجودة، أبو زايد يشتري ومحمود متواجد في العزبة والسبق متواجدات ونتمنى إن شاء الله التوفيق في المرات القادمة والمهرجانات الجاية إن شاء الله. الله يعطيكم الصحة والعافية ويديم عليكم الأمن والأمان والصحة والعافية والاستقرار. ألف مبروك يا صالح وسعدنا بوجودك الليلة ونقول مرحبا ومسهلا وفالك التوفيق إن شاء الله ناموس. إياك أبو بريك إن شاء الله. في ديرة إخوان روضة مرحبا بالضيوف اللي من البز جات وحبت
وحطت رحالها أخواننا في الخليج مطوعين الظروف وإن جات دار التميم ينكرم سبالها.